بسم الله الرحمن الرحيم الشباب السلام عليكم عواشركم مباركة عيد مبارك سعيد تعيدوا تعاودوا إن شاء الله. هذا الفيديو ديجا سجلته وكان عنده مشكلة صوت، دابا إن شاء الله غادي نعاود نسجله. كيف ما ذكرت كنت المرة الأولى يعني في الفيديو اللي سيبريميت هذا غنأنستالي واحد تيم وورد بريس اللي صيفطو ليا واحد صديق كان ديجا قال لي عنده فيه مشكل هو وشي ناس كيخدمو به كيخدمو في دروب شيبينغ وبغاو يخدمو بيه فيه مشكل. المهم انا غادي نحاول نانستاليه باش نشوف الا كان شي مشاكل فيه فريمون نحلوهم، و الا كان مش هداك الشي عادي راه مزيان. المهم هذا واحد تام سميتو مشو للسيت سميتو كوليو ديال الفاشن بلوتينغ ستار وورد بريس تام. ديجا شارينو من تام فوريست انفاتو، الثمن ديالو 49 دولار. هما اللي هما تامريكس، تبع شي 54 مرة، ما عندو يعني ماشي شي مبيعات كبيرة. الكرياتيف ديالو كانت في 2018، الابديت ديالو يلاه دارت في 2019، ماشي شي ابديت دارت يعني ماشي ما تكونش شي حاجة كبيرة. انا الصراحة ما تصفحتوش يعني باش نعطيكم رأيي يعني كامل فيه. كما العادة انفاتو نورمال عندها لي تيم ديالها يعني كاليتي مزيانة، يعني الكاليتي كتاخد يعني ماشي داكشي بسهولة. هنا انفاتو ديجا هنا حاطين دوكيمونطاسيون مول تيم، حاطين دوكيمونطاسيون على تيم شنو المميزات اللي فيه، بروفيسيونيل ديزاين اون كليك ديمو انستال موديل فليكسيبل كوستومايزابل وورد بريس الكات. شنو اخر شنو اخر ريتينا ايماج سيبورت في لاجاكس، هادو المميزات اللي كاينين فيه. على بركة الله انا ديجا كنت انستاليت الوورد بريس يعني باش ما نعطلوش ديجا انستاليتها. غندخلو للداشبورد، المهم هذا اللي غادي تلقاو انفو، غادي نسالي لا فيديو غادي نكون سيبريمي يعني بلا ما تحاولوا تفكروا تدخلوا ليه حيت اصلا ما غاديش يكون. درت اليوزر ادمين باسورد ادمين ريمبر مي لوغين. اول حاجه ديما انا كنديرها في على فكره بعدا هاد الطريقه اللي غادي نستعمل في الانستالاسيون هي كاينه في جميع لي تومبليت ديال الوورد بريس، كتمشي بنفس الطريقه يعني كان انستاليو الوورد بريس كان من بعد كان انستاليو التيم كان انستاليو لي بلوغين كان اكتيفيو البلوغين كنديرو لامبورت ديمو كيف ما شفنا في الاول. انا اول حاجه كندير هو الا لاحظتوا معايا الا دخلنا الميديا الوورد بريس شنو كتقول لينا، كتقول لينا الماكسيموم ابلود فايل سايز 8 ميجا بايت، يعني الماكسيموم في لي فايل اللي غادي تهز 8 ميجا بايت. انا في التيم عندي كثر من 8 ميجا بايت، يعني شنو الحل؟ باش نجلس تما ما يمكنش. طيب عندي فيه 13.2 ميجا بايت، هنايا كاين واحد لا سوليسيون كنزيدو في الماكس سايز. باش كنزيدو كنمشيو لبلاصة البلوغين كنأجوتي واحد البلوغين انا نوريها لكم، هي اللي كنستعملها في الغالب. كنجينا بلاصة الريشيرش كنكتب ماكس سايز، كنستعمل هادي انكريز ماكسيموم ابلود فايل سايز ديال ويب فاكتوري ال تي دي، هادي هي اللي كنستعمل انا. الاخرين ما عمري صراحه استعملتهم، كيقول كومباتيبل وايت يور فيرجن اوف وورد بريس، يعني راه كومباتيبل مع الفيرسيون ديالك. كندير انستال، ومن بعد ناكتيفيها اوتوماتيك. من غادي ندخل ليها كتبان ليا بعدا هنايا كنمشي للسيتينغ كنلقاها 64 ميجا بايت، انا اوتوماتيك كنزيدها ل 1 جيجا بايت. تابع دابا العمليه الثانيه هي اني خصني انستالي نهز التيم نابلودي. هنا التيم كاينين بزاف الطرق باش نابلوديو، كاينين جوج طرق باش ما نكثروش، كاينين ثلاثه الطرق. كاين الطريقه الاولى هي من الداشبورد، الطريقة الثانية من الاف تي بي، الطريقة الثالثة من سيبار ديريكت.
انا هنايا في الفيديو الاول اصلا لقيت مشكل اللي هو ما بغاش يتهز ليا، ماشي المشكل في الوورد بريس ولا في شي حاجه، مي عندي البروبليم في الكونيكسيون، الكونيكسيون عندي ثقيله وما كيبغيش يتهز ليا، يعني كيشد ليا الوقت. لهذا انا دابا غادي نحبس لا فيديو وغادي نهز تايم. هاد الطريقه كيفاش غادي نهزها؟ عاديه، غير انا هاد المره غادي نهزها من الاف تي بي باش نسرع القضيه. ما يمكنش ليا نوريكم، يا ربي غادي نهزها من السي بانل، ما يمكنش لي نوريكم اللين سي بانل باش ما نريسكيش. الطريقة العادية اللي كنستعملو هي هادي، كول يوم كدير انستال ناو، غادي تعطل ليا. لهذا باش ما نعطلوش لا فيديو وما نضيعوش الوقت، غادي نحبس غير ان فوا، غادي نتيليشارجيها وغادي نعاود نرجع عندكم ان شاء الله. السلام عليكم، رجعت لكم الدراري. المهم من بعد ما تيليشارجيتها من سي بانل اوتوماتيك غادي تمشي للتيم، كتبان هنايا عادية. هنا الا درتي التيم ديتاي كيعطيك غير ديسكريبسيون على التيم وصافي. هنا ممكن دير ديليت، لايف بريفيو، اكتيفيت، ممكن ديرها من هنا، ممكن ديرها بالطريقة العادية ما كيهمش. المهم في الاخر خاصها تاكتيفا بدون مشاكل. هنا اون فوا كان اكتيفي التيم، كان اكتيفي التيم كتطلع لي هاد لابار الفوق. هاد لابار الفوق ديما غادي تلقاها كتقول لك خاصك تانستالي لي بلوجين اللي جايين مع التيم. نورمالمون هنايا في الدوسي اللي سيفطو ليا نورمالمون خاص، في العادة في العادة ماشي خاص، كيكونوا ديجا عاطينك بزاف لي فاي، لي بلوجين، لي سلايدر، لي بي اس دي، دوكيمونطاسيون اوفلاين ماشي اونلاين، هنا دايرين الاونلاين. مي هنا راه ما دايرينش هادشي، يعني ماشي مشكل، ولكن راهم دايرين لك هادشي كامل. هادشي كامل اللي قلته راه نورمالمون كاين هنايا، يعني لي بلوغين اللي مهمين راك غادي تانستاليهم من هنا اوتوماتيك، يعني من الداشبورد، وحتى الديمو ديال التيم غادي تانستالي من هنا، يعني ما كاينش مشكل. اول حاجه كنكوشيو هادو كاملين وكنديرو لو انستال، كنانستاليهم. مي كتكون عندك الكونيكسيون ثقيله، حاولوا ما ديرهمش كلهم يتاكتيفاو في دقه، يتانستالاو في دقه واحده باش ما يطرالكم شي بروبليم. انا غامرت ودرتها، مي كيبان كل شيء راه غادي مزيان والحمد لله. نسينهم على ما يكملوا، عندنا 6 سي بون. غير كيقول لك هنا ريتورن تو ريكوايرد بلوجين انستالر، غادي نرجعو باش ناكتيفيوهم. سي بون هما كلهم هنايا، غنديرو لهم اكتيفيت. سي بون دابا راه كلهم مأكتيفين. الا مشينا للسيت ما غيكون حتى شي حاجه تغيرات، كيف ما شفنا في المره الاولى، كيف ما غادي نشوفوه دابا. ديفولت ديال الوورد بريس هو هذا كيما العاده، السايد بار على يدك اليمين وهاد هي الوورد على يدك اليسار، يعني لا غير. هنا قبل من درنا باش يرجعنا الروتور يرجعك باش تانستالي لو كوميرس. قبل ما يرجعنا انستالي لو كوميرس نمشيو نشوفو اللايف بريفيو ديال التيم، بعدا نشوفو هاد التيم كيفاش داير. التيم هو هذا، كنعتذر مرة أخرى على الكونيكسيون. هذا هو التيم، شي حاجة كلين نقية، شوية الانيماسيون، ديما لي طومبليت ديال انفاتو يعني كاينة كاليتي، يعني ماشي دي طومبليت لي عادي شي حاجة محطوطة، يعني الكاليتي سي بون. هذا هو الديمو. دابا الخدمة ديالنا حنايا خاصنا نامبورتيو الديمو كيف ما حاطينو هما. العملية سهلة، نمشيو بعدا نأكتيفيو الو كوميرس هو الأول، نختارو ماروك، نحس بلي هاد المرة ما عطيتش في الفيديو كيف ما الأول، مي نكملو يكون خير إن شاء الله. سي بون هنايا كيطلب لك، هنايا غنديرو ماروك شيبينغ، ويري إز ستور بازل، ستور ديالك فين كاين، نديرو ماروك.
موروكو، كوماسي نديرو موروكو. ليتس جو. بيمو غادي نخسروش من بيمو، كاين شيك بيمو، بنك ترانسفير بيمو، كاين كاش اون ديليفري. انا ماشي مشكل، غادي اكتيفي غير وحده فيهم اللي كان، ماشي مشكل، او اكتيفيهم بثلاثه ما كاينش مشكل، ندير كونتيني. يدوزنا ديريكت للطاب ديال شيبينغ، نختاروا شيبينغ، فري شيبينغ، فري شيبينغ، كونتيني. هادو دي بلوجين اللي جايين مع التيم، خاصنا من الأحسن نخليهم، يعني ما ديكوشيهمش، خليهم كوشين. من بعد نشوفو فين غيدينا. درنا الاكتيفيت، هادي جيت باك. جيت باك هادي واحد الاكستنسيون ديال الووردبريس اللي فيها الاحصاءات وشي حوايج اخرين ما كيهموناش دابا. صافي نديرو سكيب دي ستيب. سيبون دابا كيقول دوزنا لاباج الاخرى. انا يس بليز، الا بغيتي توصلك شي حاجه في الايميل، كرييت سون برودكت. الا بغيتي تكري برودكت جديد، يعني الا بغيتي تامبورتي لي برودكت ديالك الا كانوا سي اس في عندك الفايل ديالهم، او كتمشي لفيا داشبورد ولا ريفيو سيتينغ ولا فيو كونسومايز. حنا غنمشيو للداشبورد ديريكت، نعاودو نشوفو السيت مرة أخرى باش نتأكدو بأن راه حد الآن مازال ما درنا حتى شي حاجة. من غير أكتيفينا التيم، أنستالينا التيم، و أكتيفينا لي أنستالينا لي بلوجين ديالو و أكتيفينا. سي بون، كيف ما كتشوفو كيف ما قبيلات، ما تغيرت حتى شي حاجة. دابا إن شاء الله العملية شنو هي؟ هي خاص العملية المقبلة شنو هي؟ هي خاصنا نأمبورتيو الديمو كيف ما كيبان لينا هنايا. العملية سهلة جدا، يعني ما فيهاش شي حاجة غتخدم بيديك ولا شي حاجة. جيس ان سور كليك، غتمشي لأبارونس، غتمشي لانستال ديمو داتا. أبارونس انستال ديمو داتا، ديما هنايا غتلقى التيم، غتلقى لي ويدجيت، المنيو، الهيدر، تيم ريكس ديالهم، تيم اوبشن، والانستال ديمو. حنا ديما كيهمونا هاد تيم اوبشن والانستال ديمو. اول حاجه دابا غادي نديرو هي انستاليو الديمو داتا ديالو. هنايا هاد لاباج ديال الديمو داتا الصراحه اول مره غادي نشوفها، يعني اللي تيم كامل اللي انستاليت ما عمري شفت شي ديمو فحال هكا. يعني باش كاس انستالي لي ديمو، هنايا كاينين دو شوز، خاصك وحده فيهم اللي خاصها تكوشا. بار ديفو كيقول لك واش بغيتي تامبورتي غير لي باج و لي فورم ولا سلايدر. الثانيه الا كوشيتيها غادي تامبورتي كلشي. حنا خاصنا نامبورتيو التيم بلي زوبسيون ديالو كاملين، عليها غادي نبركو على الثانيه وال ديمو سيس كونتنت. نديرو هنا اوكي، سي بون. امبورت لي بوست لي باج تاكسونومي، امبورت تيم اوبشن، امبورت بلوجين سيتينغز، امبورت ويدجيت، الكونتاكت فورم، اسونسيال جريد، مايل شيم فور وورد بريس، وو كوميرس، امبورت ميديا، و روجينيريت تيمبلين. سمحوا لي شويه لونجلي عندي مهرسه والله غالب. دابا غنديرو ستارت امبورت وغادي ننتظرو. قبيلة العملية اللي خدات لي بزاف الوقت هي الأخرى تيبلي، هي اللي خدات الوقت بزاف في الانستالاسيون ديالها. غنخليو هادشي يتانستالو، غادي نمشيو نشوفو التيم، نديرو فيه شي دويرة، نشوفو شنو كاين، شنو الجديد. بيست سيلر كوليكشن، اور نيوز، المنيو تحت، الفوتر، سلايدر. صراحة عجبني زوين، كلين، ما فيش قوة الصداعات والهضرة. لاعبين اللي زيماج بزاف باش ياتيريو،
ولي سيت الفاشن كلهم دايرينها، كاين اللي كيلعبوا لي زي ماتش، يعني كتلعب غير لي زي ماتش باش تبيع، ما كتلقاش قوة لي تيكس بحال لي بلوغ وداكشي. يعني كتلقى لي ماتش لعبة واخدة واحد الحيز كبير ديال 90% واخدة، يعني كلهم تيلعبوا لي زي ماتش، يعني ما تلقاش تصوير هكا وفوقها التيكس والروينة الكحلة. يعني ديما هما كيخليو لي ماتش هي اللي تهضر، حنا لي كليون ديالهم اللي كيتعاملوا معاهم. هنا شنو قالوا هادو، هنا لي براند يعني الشركات اللي كيتعاملوا معاهم، وهنا الناس شنو تيقولوا تيستيمونيالز شنو كيقولوا. وهنا البيست كوليكشن، كاينه لاباج دو كونتاكت، لاباج دو نيوز، لي بيج فيوتشر، لاباج دو شوب. نديرو بحال هاد نشاو شي بروداكت، نختارو كولور، نديرو باي ناو. سي بون، تكون اجوطات في لاكارت، اي اجوطات ديجا. نحيدو لاباج، لاباج دو كونتاكت ديالهم سامبل ماشي شي حاجة كبيرة. ميكلين كيف ما قلت لكم، العملية الأخرى هي اللي واخدة الوقت، يلا 37%. نرجعو نشوفو لاباج شوب، هنا كاين فلتر بلي بخي، كاين الليست وكاين الجريد. هنايا نورمالمون لي تيم جداد ما بقاوش كيديروا هذه العمليه هذه، انك الا بركتي الجريد الفوق كتبان لك راه كتشارجا، كلشي كيتشانج بلاجاك سور بلاس. كاين الليست وكاين الجريد، وفي الفلتر كاين الشيرش، كاين البروداكت، وكاين لي تاغز. ماشي شي حاجة كبيرة، مي قضية الغرض بالنسبة للناس اللي باغيين يبيعوا فيت في ويشريو دغيا. نرجعو نشوفو التام شحال باقي فيه، 62. قبل ما يتشارج نهضر لكم شوية على انفاتو. انفاتو هي البلاتفورم، هي واحد الماركت كبير. هاد الماركت فيه بزاف د لي سو ماركت، كاين تايم فوريس، كاين كود كانيون، كاين فيديو هيب، اوديو جرافيك، وكاين بزاف د الحوايج. في تايم فوريس بالضبط كل ما يخص لي سيت ويب، كاين الوورد بريس، كاين لي سي ام اس، كاين لي بلوجين، لي بي اس دي، لي سيت على شكل اتش تي ام ال، يعني ماشي ما عندهمش لا باز دوني ديالهم. لي سيت لي كوميرس كوم بريستا شوب، ماجينتو، اوبن كارت. اللي كيميز انفاتو انهم لي كونديسيون ديالهم باش كيقبلوا لك لي تومبليت شويه قاصحين بزاف، يعني خاصك تكون تبارك الله محترف باش يقبلوا لك التومبليت، وكتكون عندك لا كاليتي، يعني سوا كنتي غادي تحط انك تبيع سوا كنتي غادي تشري، بجوج عندهم لا كاليتي، يعني الكاليتي كبيره بزاف. مؤخرا راه بداو تيطوروا في السيت بزاف بواحد الدرجه كبيره، يعني مزيانه. باقي يلا 93%، صبروا عليه حتى يكمل ونكون ان شاء الله غير بخير. سي بون، دابا السيت راه سمحوا لي بس غير يطفى ندير شارجور. صافي سي بون، السيت كمل. دابا الى مشينا ل درنا فيزيت فيو سيت، فيو سايت، راه غادي نلقاو السيت كيما شفناه المره الاولى. ها انتما كيف ما انستاليناه لا غير، هانتوما هو الديمو كيف ما يعني ها لو سيت فين مانستالي كوليو، يعني ما كاين ما تلقاش شي مشكل فيه. سي بون، بالنسبة للدراري اللي كان عندهم مشكل جو بون شي حاجة في لانستالاسيون ما دازتش ولا لا كونيكسيون، بعض المرات كديرها. نجرب بحال اللي غادي نشري شي برودوي باش نشوف شنو كاين.
نخسروا السيس 42، نخسروا الكولور ونديروا باي ناو. من بعد نمشيو لفوق لاكارت نديروا شيك اوت معلومات. ديجا عندي بار دي فون، غادي نعاود غير نعمرهم، ماشي مشكل يكونوا خاطئين. نديرو اي نمرة، صفر صن، ستين، لي موان نخليه هو هو. نديرو اديسيون ماشي نكسبو اي حاجة. هنا كيقولك ميثود دو بي ام ولا شيك بي ام ولا كاش ديليفري ولا ديريكت بونك ترانسفير، حنا نديرو اي وحدة ما كيهمناش. نديرو بليس اوردر، من بعد ما نديرو بليس اوردر غادي ندوزنا لواحد لاباج الفينال اللي غادي تعطينا الديتاي على البرودوي ديالنا كامل. ثانك يو، يور اوردر هاز بين ريزيرفد. الاوردر نمبر ديالو، ميثود دو بي ام، لا دات، اليوزر شكون اللي شرا، توتال الدولار. وفي نفس الوقت غادي يكون وصلك انت واحد الميل، غيكون وصلك واحد الميل في لابواط ديالك بانك راك درتي واحد الاوردر، وتم لو سيت غيوصلو الى مشى. الى مشى هنا لو كوميرس ومشى بلاصه لوردر لي زوردر، راه غادي يبقى واحد لوردر هو هذا اون هول باقي معلق حتى تاكتيفي انت، او شوف شنو غادي دير. سي بون، ها لانستالاسيون يعني دازت عاديه الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل. نشوفو لوطخ باج واش خدامين باش نتأكدو. نشوفو اي باج فيوسر شورت كود كود، كلشي خدام. تيليشارجمون من لا كونيكسيو تقيلة، نمشيو للشوب. سي بون خدامة، ديتاي ديال البروداكت شا هو خدام. نيوزليتر كلشي خدام تقريبا. نمشيو نشوفو لا كارت، لوك اوت، لا كارت روشيرش، نشوفو شي حاجة نشيرشيو عليها. نشوف مثلا التكس هدا، سي بون هاهو بروداكت، يعني لا كارت روشيرش خدامة. نشوفو الهوم التانية ديالهم، كلشي خدام. بصح بون، كان الهدف ديالي هو اني نانستاليها باش نشوف واش غيبانو شي مشاكل. باش نعاود نذكر، يعني الوورد بريس الا كنتي كتخدم يعني غير لانستالاسيون ديال التام وداكشي، راه العمليه اللي قمت بها دابا راه هي نفسها كديرها ديما. يعني من كتانستالي الوورد بريس كتامبورتي التيم، كتانستالي داك التيم تاكتيفي، كتانستالي لي زيكستونسيون لي بلوغين لي كيجيو مع لي كيطلعو في ديك لابار الفوق، كتانستاليهم وكتاكتيفيهم. الا كان لو كوميرس كيدوز ديك ديريكت لو كوميرس باش تاكتيفي وتكونفيغيري، كتكونفيغيريه عادي. ابري كتانستالي لامبورت ديمو كينزل لك كلشي. ديما من الاحسن تكون عندكم الكونيكسيون مزيانه باش ما يطرالكمش لي بروبليم. ان شاء الله ما غيكونش غير هذا الفيديو، كاينين دو تيم اخرين ان شاء الله حتى هما غادي فيهم مشاكل. هذوك ديجا انا جربتهم فيهم المشاكل، مي في ديرنيير الموديفيكاسيون اللي داروا هما ليهم فيكساو دوك لي بروبليم. انا غادي نعاود بحال غندير ريفيوز المره الجايه، نعاود انستاليهم ونشوف واش كيوقعوا المشاكل ولا ما كيوقعوش. ولا عندكم شي اسئله حطوهم ليا في لي كومونتير، انا ان شاء الله نجاوب عليهم. وديروا معنا سبسكرايب، وعيدكم مبارك سعيد، والى هنا.
انتهت الحلقة، والسلام عليكم.